وسهلا. انتوا انستونا جدا وشرفتونا جدا. طبعا احنا فنانين كبار جدا. طبعا حضرتك سمعت عن فرقه الفسافيس. فسافيس فيس فسافاسس بس بس في العياده كل ما جابت سكه معين زياده فيها من اشكال كتير من فقير لمليونير الحرامي والعصامي فيها من كل الاسامي كله في العياده شرف المثقف واللي خرب واللي مش لاقي السعاده تسال ثاني اسنان وتمرجي خد بنصيحتي تدور واجري تسال ثاني اسنان وتمرجي خد بنصيحتي تدور واجري. ايه يا عم الياس اللي انت عايش فيه ده؟ مريم 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 مريم. هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواقف الصعبة. أنا يا فندم لو لفيت الدنيا مش هلاقي زوجة الأجمل وأرق من الأنسة رباب فوزية فردوس من رمين من الأنسة ربة الصور والعفاف. ده حلم عتابة تفسر وتبقى مالوسة.